ويحقق النتيجة اللي تليق بالنادي الأهلي وبتاريخ النادي الأهلي وبشعبية وجماهيرية النادي الأهلي الكبير. الكلمة الآن للكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، فليتفضل. السلام عليكم. في البداية بحب أرحب بكل السادة الحضور، السادة الإعلاميين والسادة الأفاضل الموجودين، والأستاذ أكيد الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، والأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، ودكتور سعد شلبي، وكل السادة الحضور. يعني بشكركم جدا على حضوركم النهاردة. أكيد أول حاجة بتكلم فيها عن مجلس الإدارة، دي أول مرة بتقي مع الإعلاميين، فهكلم نبذة سريعة جدا. مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيولي اهتمام كبير جدا 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 بكل النشاط الرياضي في النادي الأهلي. عندنا تارجت زي ما بيقولوا مع مجلس الإدارة، مجلس الإدارة بيدي دعم قوي جدا للنشاط الرياضي، ما أعتقدش إن هو اتأخر على أي فرقة في النادي الأهلي عن أي طلب. وفي الآخر أكيد دي الاستراتيجية بتاعة النادي في المرحلة اللي جاية بإذن الله. بإذن الله كل جماهير النادي الأهلي الحبيبة اللي بتأزر النادي الأهلي هتلاقي حاجات كويسة جدا جدا. بشكر كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لدعمهم للنشاط الرياضي في النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. وأكيد بقول النقطة وملحوظة ولازم الناس كلها تعرف إن الكابتن محمود الخطيب شكل لجنة مهمة جدا في النادي الأهلي، وده كان من أسباب نجاح الموضوع بقيادة برئاسة الوزير عمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والمهندس خالد مرتجي، مديني دعم قوي جدا. بشكرهم جدا 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 على هذا الدعم، لأن فعلا يستاهلوا 24 ساعة شغل داخل النادي الأهلي وتعبهم معانا. فان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه جدا لجماهير النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي في الرياضه في المرحله الجايه. اكيد هنتكلم على لعبه الهاندبول واهتمام مجلس اداره النادي الاهلي بهذا الدعم. ان احنا من اول ما بدانا موضوع الهاندبول كلنا عارفين ان عندنا يعني بعض الدروب في فرق الهاندبول، لكن الحمد لله قدرنا النهارده نمشي على استراتيجي النادي الاهلي ونجيب مدير فني من اكبر مديرين فنيين في العالم، من احسن ثلاثه في العالم تقريبا. وقعدنا تعبنا معاه كتير في المفاوضات، قعدنا مفاوضات تقريبا من اول السيزون كنا بنتفاوض معاه، والراجل يعني الحمد لله قدرنا نوصل لاتفاق اخير لسه من خلال اسبوع بالظبط ان الراجل وافق تماما ان هو يجي مصر. بس الراجل ده كان عندنا رؤيه مهمه جدا ليه في المرحله دي، ان الراجل وصل مصر قبل كده وقعد فيها سنتين كاملين، عارف طبيعه اللعيبه المصريين، عارف كل اللعيبه، عارف كل الدوري في مصر، ويعرف تماما كيفيه التعامل معاه. وبدليل ان هو حقق مع منتخب مصر في 2019 طفره كبيره، وصلنا لثامن العالم بعد ما كنا في الهاندبول بنوصل 16 و18، اخذنا في اتجاه تاني خالص. اكيد الراجل عنده رؤيه وعنده وضوح جامد جدا معانا، والراجل كان مبسوط جدا جدا، بيعلم تماما حجم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومسؤولياته. واكيد هو يعني اكيد هيتكلم عن نفسه، لكن انا طبعا سعيد جدا جدا ان هو موجود معانا. حاجه كويسه جدا ان احنا النادي الاهلي خد تقريبا منظومه رياضيه في اتجاه تاني خالص، التعاقد مع مديرين فنيين على اعلى مستوى في العالم مصنفين. هو احسن مدير فني في اوروبا 2020، دي بعض الانجازات السريعه ليه. هو وصل 4 فاينل 4 في اوروبا، فالحمد لله يعني باذن الله نتمنى التوفيق معاه. مجلس الاداره ودعمه للراجل يعني فاتحين ايدينا زي ما بيقولوا. الناس قالت لي طلباته كلها مجابه علشان نحقق الانجازات ان شاء الله في كل الالعاب الرياضيه. اتمنى السنه دي تكون سنه خيره على النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله صدقوني هنوصل لمرحله كويسه. بس يعني بطلب منكم الصبر شويه على المواضيع، لان المواضيع عندنا بتكون كتيره جدا. احب اشكركم جدا جدا، اتمنى باذن الله ان نسمع بقى الراجل ونشوف الراجل هيقول ايه. اشكركم. شكرا للكابتن خالد العوضي، بالتاكيد دعم غير مسبوق وطموح لا محدود لقطاع النشاط الرياضي في النادي الاهلي من خلال الدعم والمسانده من مجلس اداره النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الآن نستمع إلى كلمة السيد ديفيد ديفيز، يلتقي بالسادة الإعلاميين ويتحدث عن طموحاته مع النادي الأهلي في المرحلة القادمة. السلام عليكم. صباح الخير. اوكي، I'm David Davis, of course, the new coach. One week ago, I just signed the contract with Captain Khaled, and I'm really excited. I just want to start.
I'm really, really happy to be back in Cairo and to be part of this big club, Al Ahly. السلام عليكم زي ما قال سلام صباح الخير بيقول انا ديفيد المدرب الجديد للهاندبول في النادي الاهلي زي ما سمعتوا من كابتن خالد انا لسه موقع العقد لسه موقع فتره بسيطه العقد مع النادي الاهلي وخلاص انا متشوق جدا ان ابدا مهمتي كمدير فني النادي الاهلي انا اعلم حجم النادي الاهلي في مصر وانا سعيد اني ابدا الشغل معه اوكي اوف كورس اي ونت تو سي ثانك يو شكرا اور كابتن بيبو بيكوز اوف كورس هي سبورت ذا هاندبول in Egypt and in the world, and to bring me here, of course, is not easy. But yes, of course, thank you so much. And of course, as I said, Captain Khaled yesterday night at 12, he was telling me that our fans were really excited that I came here, of course, to give the maximum, to have the maximum of the team, of the players, and to bring Al Ahly in the top, of course. طبعا انا اشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي طبعا دعمه الكبير للهاندبول وهو شخصيه عارفينها في العالم كله وهو كان ليه دور كبير ان جابني هنا وبشكر طبعا كابتن خالد العوضي اللي قعدنا لغايه الساعه 12 بالليل في كلام متفاوض هو عرفني قيمه جماهير النادي الاهلي وان النادي الاهلي منتظره كتير وان شاء الله مع بعض ممكن نحقق انجازات كويسه. And of course, Captain Muktagi, that he called me and he convinced me, he told me the vision, the philosophy of the club right now for these days, for the next maybe 10, 20 years. That was really clever, really clear, and I really like it. Thank you for the call. He's the one of the members that he called me, and this was really important to me also to make the final decision. باشمهندس خالد مرتضى كان ليه دور كبير اتكلم معاه وتواصل معاه وفهمه الوضع ايه والاستراتيجي بتاعت النادي سياسه النادي يمكن ل 10 20 سنه قدام احنا بنشتغل ازاي وفهمني قيمه النادي وكان ليه دور كبير طبعا انا سعيد اني بتواصل معاه ومهم جدا اتواصل مع شخصيه مهمه زيه هبتسهل لي التفاوض تسهل لي التعاقد مع النادي. Okay, and if you have any questions, I will be... لو في حضراتكم عندكم أسئلة، أستاذ جمال. شكرا وبالتوفيق إن شاء الله. دلوقتي هنطرح على حضرتك بعض الأسئلة. و السادة الزملاء أي حد عنده سؤال يتفضل يبعته. في سؤال من الزميل حسام زايد بيسأل السيد ديفيد ديفيس إيه رؤيتك لتطوير الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي؟ Well, my vision is, of course, the maximum. I want to win everything. I'm a hard worker. I'm here because I'm a hard worker, because I love my sport. I love handball, and the club until now, even though that I'm just hours here in Egypt, they are support me 100%. So my vision, work hard, give to the players all the tools that they need to win the matches and to have the top. I want an unlimited team. Unlimited team. هو السؤال استاذ حسام زايد بيقول ايه رؤيتك لفريق هاندبول شغلك الفتره الجايه هو بيرد بيقول طبعا انا بقالي هنا ساعات انا رؤيتي طبعا ان احقق كل حاجه واحقق اكبر انجاز اكبر الانجازات البطولات كلها اكسبها انا رؤيتي ان ادي خبراتي التولز ادي ادوات العمل للاعبين واديهم افضل ما عندي عشان احقق الانجازات فهي رؤيته ان هو يحقق الانجازات والبطولات الفتره الجايه. في السؤال اللي بعد كده في زميل اخر بيسال أول إمتى بدأ التفاوض معك من قبل النادي الأهلي وإمتى حصل الاتفاق بشكل نهائي؟ I don't know. They first contact my manager and then my manager called me, but I don't. We finalized. Yes, on Saturday. No, or was Saturday? Yeah, in June, well, yes, of course, they called me first in June, but we didn't succeed, and then they came back again, so, yeah. السؤال حضرتك قلته مش محتاج قلته اللي هو امتى بدات المفاوضات وامتى خلصت هو بيقول لا مش فاكر اول مفاوضات حصلت مع مدير اعمالي فكابتن خالد فكره وقال له في شهر يونيو قال له لسه مخلصينها السبت اللي فات يعني بدات المفاوضات من شهر يونيو مع مدير اعماله واستمرت ولسه مخلصين يعني اتفقوا على كل حاجه السبت اللي فات. في زميل اخر بيسال هل كان في تواصل بينه وبين لاعيبه النادي الاهلي اعضاء المنتخب بعد ما مشي من منتخب مصر؟ Well, since 2018 that was I was in the national team, I was talking more or less with the players, some players of Al Ahly. And now these days not too much. Not too much, but yes, a little bit. Not too much.
يعني هو حكايه اتكلمت مع حد من لعيبه المنتخب في 2018 بيقول وقت 2018 ده كان 2018 ما كنت مع المنتخب من زمان، كان في بعض اللاعبين كنت بتكلم معاهم يعني بتواصل معاهم بس دلوقتي مش بشكل كبير. اه ممكن بس مش بشكل كبير، يعني ما بتكلمش مع لعيبه كتير في الموضوع. في سؤال تاني، في احد الزملاء بيسال ان النادي الاهلي هينظم بطولة السوبر الافريقي وكأس الكوس، هو شايف الخطوة دي ازاي في المرحلة اللي جاية؟ Yes, of course, there's a lot of time until these competitions and we have time enough to train, to prepare the team, to the team see what I want to show them and it's really good that we play at home with our fans and for me it's fantastic. بيقول لسه عندنا وقت كافي نعد البطولتين دول ولاعيبتي تشوف تعرف فكري وطريقه لعبي وعايز منهم ايه، وانها تلعب على ارضنا وسط جماهيرنا ده شيء رائع. السؤال اللي بعد كده، في احد الزملاء بيسال رساله حضرتك لجمهور النادي الاهلي في بدايه توليك المهمه. Yeah, well, I would like it that they will, that more people will come, more fans will come to our matches to see the matches live because it's much better than to watch it on TV. هو طبعا رسالته بيقول يتمنى طبعا في جماهير كتير تحضر الاستاد وتتفرج على الماتش في الملعب احسن بكتير ما يتفرجوا من خلال التلفزيون شاشات التلفزيون، يعني بيتمنى بدعوه الجماهير تحضر الماتشات يعني. And of course that gonna give everything that I have, everything that's why I signed here, for that they can be proud of the team and they can go outside in the streets with the jersey and to feel proud. Yeah. وطبعا حبذل القصارى جهدي وكل اللي اقدر اعمله عشان اللي يخلي الجماهير فخوره فرقتها وتنزل الشوارع ويبقى فخورين بفريق النادي الاهلي وملابسها. انطباعك عن اداء فريق الاهلي في مونديال الانديه خاصه بعد الاداء المشرف في مباراه بنفيكا البرتغالي. Yeah, I'm really happy. I mean, to see the guys, how happy they were when they finished the match. It's really complicated to see professional players and to feel that happy after one match. And they are playing really, really good, no? So, and it's good, really good for the team, for the club, for everyone. I have a million calls from Spain. Everybody, congratulations. I mean, this is great. بيقول طبعا كنت سعيد جدا خاصة لما شاف فرحتهم بعد نهاية المباراة، وبصعب ما تلاقي لعيبة كبيرة زي دي وبتعبر على فرحتها بالشكل ده. طبعا ده كان ماتش كبير، وكان في رسائل كتير اتبعتت من مدربين في اوروبا بيهنوا وكده، وكان فعلا اداء كويس جدا واداء مشرف. هل توليك تدريب منتخب مصر في السابق هيسهل مهمتك مع النادي الاهلي في المرحلة اللي جاية؟ Yes, of course. I mean, when I came in 2018, I was really happy. I came here with my family. I was trying to learn Arabic, Egyptian Arabic. I think I've said good. I mean, and this was a point to now to come back. I mean, this was make everything easier to come to Cairo and yeah. And for the players, with the players for the technical part. Yeah, and for the players, of course, because these players they were. Half of the team, or five, six players, they were in national team. I was training with them, also with the young. I was training with 40 players almost. So I know everyone. I mean, I know when they, nobody know them. And we were in the World Championship in Denmark, and then suddenly everybody was calling me about asking for all the players. So, I mean, I start with them. And now some of these players still in the team. هو بيقول طبعا اول ما جه مصر في 2018 كان سعيد جدا وجاب عيلته حتى معاه وكان لسه ما يعرفش البلد وحاول يتعلم المصري العربي المصري اللكنه المصريه. وبيقول الحته الفنيه بقى بالنسبه للاعبين، طبعا هو كان جه قبل كده وكان اتعامل مع لاعبين، هو يعني يمكن اشتغل مع حوالي 40 لاعب في خلال فتره المنتخبات المنتخب المصري، وكان عدى عليه حوالي 40 لاعب منهم لعيبه كتير من الاهلي، في خمسه او سته موجودين دلوقتي، طبعا كانوا صغيرين دلوقتي وكبروا بس في تواصل معاهم، وطبعا ده هيساعده ان هو يعني هيسهل مهمته وهو بيشتغل مع لعيبه ان هو يتعامل مع لعيبه مصريين قبل كده. هو بس هو عايز يقول حاجه، اول ما وصل مصر امبارح طلب اساسي ليه ان هو لازم يتعلم عربي. هو من حبه في البلد ومن حبه في النادي ومن حبه في كل حاجه، هو طلب مني رسميا ان هو يتعلم عربي عشان يقدر يتواصل مع الفانز ويقدر يتواصل مع الناس باسلوب قريب، بدل ما يقدر يتكلم معاهم بانجليزي وفي ناس بتفهم معاه وناس ما بتفهموش يعني. فبس حبيت اقول لكم المعلومه. في زميل اخر بيسال عن الدوافع اللي خلته يتولى تدريب النادي الاهلي بعد تجربته الناجحه مع منتخب مصر.
Well, of course, I was looking for a good project, a big project, and in a place where I know it. So he likely give it to me, I take it. I mean, for me, it's not a problem which part of the world I can coach if I have a project. وبعد ما نجح مع المنتخب زي ما استاذ جمال ما قال دلوقتي هو بيفكر في مشروع جديد مشروع ناجح ويعمل قصه نجاح جديده النادي الاهلي اداله الفرصه ان يعمل قصه المشروع الناجح ده ما يهمنيش اشتغل فين في اي حته في العالم بس المهم احقق النجاح اللي انا عايز احققه. في زميل اخر بيسال ان في 4 لاعبين اصيبوا في فريق النادي الاهلي منهم 2 في مركز واحد هو شايف الامر ده ازاي بالنسبه له في المرحله اللي جايه؟ Well, this is part of the job. I mean, handball is a contact sport. People get injured. We will fight it. ده جزء من اللعبة كرة اليد لعبة فيها احتكاكات كتيرة وبيحصل فيها إصابات. هنتعامل مع الموقف مع موقف مصابين. احنا بنستخدم حضرتك ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة عشان تقريبا معظمها مكرر. كابتن خالد العوضي يتفضل يهدي تيشيرت النادي الأهلي للسيد ديفيد ديفيز بمناسبة توليه تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي. لي على المستوى المحلي والقاري بإذن الله. بالتوفيق للسيد ديفيد ديفيز النادي الاهلي واعضاء جماهيره سواء على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري. شكرا لحضراتكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.